أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. طيب، عشان برضو كنا تناولنا في هذا اللقاء معظم الانتقادات وأيضا آراء المؤيدين لمثل هذا الموضوع. البعض بيقول إن الذي يبرع في تقليد القراء ويجعل هذا منهجه في الحياة وربما يصلي صلاة أو أكثر لا سيما في صلاة القيام بصوت المعقل مرة، بصوت القطامي مرة، العفاسي مرة، إلى غير ذلك من هذه الأمور ويتنقل بينهم، أن هذا يفقده الخشوع في الصلاة. كيف ترى ذلك من واقع تجربة حقيقية؟ هو فعلا الناس كانت بتطلب زي ما قلت لحضرتك. نعم. إن الناس بتطلب إن أنا أقلد القراء في الصلاة، فأنا بقول لهم يا جماعة يعني يا إما شيخ واحد في الصلاة كلها عشان الناس تبقى معانا في الخشوع. نعم. تمام. يا إما صوتي الخاص. لكن أنت شخصيا بقى وأنت بتقرأ هل تشعر أن هذا يفقدك شيء من الخشوع؟ يكون أنت مشغول بأن أنت تجيب طبقة الصوت بتاعت فلان؟ لا لا لا، هي عندي أصل دي موهبة. نعم. لو أنا مش حاسس بتكلف تقصد يعني. كأن أنا بقرأ بصوتي. نعم. يعني مش مفيش فرق. لما أقرأ مثلا بالشيخ ماهر المعيقلي. الشيخ المعيقلي جايبه قوي ما شاء الله. الله يحفظك. يبدو ان انت متاثر بسماعه يعني. الشيخ ماهر المعيقلي الوحيد اللي انا حاولت اقلده يعني. نعم. انا اتعمدت ان انا اقلده. ان بقى القراء بقى مثلا بدندن مع نفسي كده فلاقي نفسي جبت مثلا الصوت ده بفتكر بقى ان الصوت ده انا سمعته قبل كده فبحاول ابحث ان مين الشيخ ده. فلما بشوف مين ده واعرف اسمه خلاص بيثبت في دماغي بقى في الوقت اللي انا بسمعه. نعم.